السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سيلفي سبورت. وحلقة اليوم راح نحكي فيها عن قمة الدوري الانجليزي اللي جمعت بين توتنهام وليفربول. المباراة اللي كانت قمة على اكثر من صعيد، فهي اول شيء قمة على صدارة الدوري الانجليزي، هي قمة بين صلاح وبين سون على صدارة هدافين الدوري الانجليزي، وهي قمة شخصية بين يورغن كلوب وجوزيه مورينيو. هاي المباراة اللي كان لازم أحد الطرفين يفوز فيها بعد خسارة تشيلسي وبعد تعادل مانشستر سيتي. هاي المباراة اللي جمعت فريق ما خسر أبداً هذا الموسم على أرضه أمام فريق ما خسر أبداً خارج أرضه، توتنهام وليفربول. شو صار بالمباراة؟ الشوط الأول ليفربول اكتسح توتنهام، اكتسح الملعب، اكتسح الشوارع المحيطة في الملعب. شيء غريب، الرتم اللي وضعه ليفربول بالشوط الأول، كمية الحركية، كمية الضغط العالي، حتى المتر الأخير قبل مرمى توتنهام كانت مرعبة. والمرعب أكثر من هيك هو ليس فقط كمية هذا الضغط العالي، لأنه ليفربول عودنا أنه يضغط ضغط عالي في بداية المباريات الكبيرة اللي بيكون لازم يربح فيها، لكن اللي فاجأني اليوم صراحة هو مدة هذا الضغط على مدار الشوط كاملا. صعب تشوف فريق بيمارس هذا الضغط العالي بهي السرعات بهذا الشراسة يقدر ينفذه 45 دقيقة متواصلة بدون ما يهدى هذا الرتم لدقائق لالتقاط الأنفاس، لأنه بالنهاية هدول اللاعبين بشر، ومنطقيا البشر صعب يعملوا هيك ل 45 دقيقة. لكن كل مرة بصراحة يورغن كلوب ولاعبينه بيأثبتوا شيء جديد، أنه هن بيقدروا يعملوا أشياء بصراحة الفرق الثانية صعب تعملها، وهذا اللي بيميز ليفربول عن باقي الأندية الإنجليزية بالدوري هذا الموسم وبالموسم الماضي. يعني الضغط بصلاح، بفيرمينيو، بماني، وبيجي بعده بجونز وهندرسون وفينالدوم، وبيكون يعني بين الخطين الظهيرين ليفربول روبرتسون وأرنولد، وقلبين دفاع ليفربول دائما بيتمركزوا بمنتصف الملعب. فهذا الضغط خلى توتنهام نشوفه بهي الطريقة اللي شفناها، لأنه منطقيا إذا جيت تفكر توتنهام عنده أوراق إنه يلعب على المرتدات، وجوزيه مورينيو بهذا الضجة الإعلامية الكبيرة على هاي المباراة بالتأكيد ما كانت رغبته إنه هو يدافع بهاي الطريقة البشعة، خلينا نسميها بكرة القدم القبيحة جدا. فريق عم يدافع 45 دقيقة بدون ما يحاول يطلع بالكرة، كان هدفه فقط تشتيت الكرة وأبعادها عن منطقة الجزاء. لكن بالتأكيد ليفربول هو اللي خلى توتنهام يدافع بهذا البلوك المتأخر وبهي الطريقة العشوائية اللي هي كان همهم الأول والأخير المدافعين ولاعبين الوسط وحتى هاري كين وسون تشتيت الكرة لأبعد مكان ممكن، وبعدين منفكر إذا ممكن نعمل مرتدة ولا لا. وهي المرتدة بالشوط الأول إجت مرة واحدة بخطأ واحد من ليفربول طوال الشوط الأول، وهذا اللي كان عم يراهن عليه مورينيو قبل ما تبدأ المباراة، إنه ليفربول كان ممكن محضر حاله إنه يضغط عليه 10 دقائق ربع ساعة، لو تماسكت المفروض الرتم ينزل، وأول خطأ بين قلبين الدفاع الوهميين، لأنه الاثنين ما لهم قلبين دفاع حقيقيين أو ما لهم قلبين دفاع يعني تمرسوا على هذا المركز، ويليامز شاب لا يمتلك الخبرة، وفابينيو لاعب عنده خبرة ولكن ما بيلعب كتير بهذا المركز. فالخطأ الوحيد اللي ارتكبه ليفربول بالشوط الأول كلفه هدف التعادل بعد مجهود كتير كبير من ليفربول، جاء على أثره الهدف الأول وكان ممكن يجي الهدف الثاني ويخلص المباراة. ليفربول حتى بعد هدف التعادل لتوتنهام بقي عم بيلعب بنفس الطريقة وبنفس الضغط وبنفس الرتم العالي، لكن لم يستطع تسجيل الهدف الثاني بالشوط الأول. هلأ بالشوط الثاني توتنهام استغل أنه خلص إجا الوقت اللي راح ينزل فيه رتم ليفربول، مستحيل يرجع بالشوط الثاني يبدأ من أول دقيقة ضغط بالطريقة اللي نفذوا فيها بالشوط الأول. وهون شافوا بعضهم لعيبة توتنهام بأرض الملعب لأول مرة بالمباراة قدروا يطلعوا بمرتدة أو بأكثر من هجمة شكلت خطورة كتير كبيرة، ولولا العارضة توتنهام تقدم، ولولا كرة هاري كين من الركنية كان توتنهام تقدم. صحت لتوتنهام أكثر من فرصة ليجيب الهدف الثاني باللحظة اللي ليفربول فقد نوعا ما سيطرته على المباراة بالدقائق الأولى. وبهي اللحظة لو كان توتنهام قدر يسجل الهدف الثاني كان ممكن نفسيا يمس ليفربول، لأنه بلحظة تفوقه ما تفوق بالنتيجة، فباللحظة اللي توتنهام تفوق لو كان تفوق كمان بالنتيجة كان ممكن تتغير شوي حسابات المباراة. لكن ما استفاد توتنهام من هذا الشيء، وبالتالي ليفربول حاول يطلع الرتم شوي شوي مع مرور دقائق
الى الدقائق العشرة الاخيره اللي رجعنا شفنا فيها مورينيو قبل بنقطه التعادل تماما، وتقريبا اوقف هجماته وتركز تفكير لاعبين توتنهام جميعهم على التعادل وعلى نقطه التعادل. وليفربول بهي اللحظه بالعشر دقائق الاخيره قرروا انه يعطوا كل شيء بيمتلكوا لعل وعسى انه يجي الهدف الثاني، لانه المباراه على ارض ليفربول التعادل راح يخلي توتنهام متصدر نفسيا، راح يتفوق شوي على ليفربول، فكان لازم يكون في شوي ضغط اكثر. هلا جرب ليفربول ولولا الضربه الركنيه قد تكون المباراه انتهت بالتعادل، لكن فيرمينيو اللي قدم انا برايي وحده من افضل مبارياته هذا الموسم على الاطلاق، اليوم خروجه من منطقه الجزاء، توزيعه للاعب، استلامه للكره، محاولات تسديده على المرمى، حاول يكون فعال وحاول يكون دائما الى المتجه الى المرمى، على عكس المباريات السابقه اللي كان شوي لعبه يطغى عليه اللعب السلبي، استلام وتسليم لا اكثر ولا اقل. اليوم صلاح وجد المساحه امام ديفيز رغم انه مورينيو حاول يحط له لاعب دفاعي على عكس ريجلون، لكن وجد المساحه. أوريه كان نجم أنا برأيي توتنهام اللي أوقف واحتوى تماما ساديو ماني بسرعاته وبمهاراته رغم وجود روبرتسون اللي كمان كان نجم كتير كبير بليفربول بمباراة اليوم، فكان أوريه عنده مهمة كتير صعبة أمام لاعبين عندهم سرعات عالية جدا ومهارات عالية جدا وشرسين جدا على الكرة. أنا برأيي فاز بالنهاية الفريق اللي بحث عن الفوز أكتر، وخسر الفريق اللي كان قبلان انه هو يطلع بنتيجة التعادل بهاي المباراة. لكن لازم نثني على توتنهام وشخصيته الجيدة، فريق ما انهار رغم كل هذا الضغط العالي من ليفربول، وانا بتصور انه بالنهاية الهدف الرئيسي لتوتنهام انه هو يطلع مع الاربعة الكبار على الشامبيونز ليج وربما يقاتل على اليوروبا ليج، لكن اذا خدمته ظروف الفرق الثانية اللي عم تخدمه لحد هاي اللحظة، تشيلسي غير مستقر، سيتي واليونايتد بعد شوي، فصار في عنده مجال انه هو ينافس ليفربول، وانا بتصور انه هي مجرد خسارة انا بتصورها اليوم، لانه شايف انه توتنهام ممكن يكمل مع ليفربول السباق لابعد مدى ممكن. لكن هل في فريق اقوى من ليفربول بأوروبا أنا برأيي أو بالدوري الإنجليزي؟ أكيد لا يوجد. وبأوروبا أنا بتصور في فريق واحد ممكن يقارع ليفربول هذا اللي شفناه خاصة بالشوط الأول، هو بايرن ميونخ. حطوني أراءكم بمباراة اليوم، هل النتيجة كانت عادلة؟ هل برأيكم مورينيو هو اللي قبل يلعب بهالطريقة الدفاعية بالشوط الأول، ولا فعلا بتقتنعوا أنه ليفربول هو اللي فرض كمية هاي الدفاع وكمية هذا اللعب العشوائي بالشوط الأول من توتنهام؟ لهون الحلقة تكون وصلت لنهايتها، بتمنى تشاركوني بتعليقاتكم، تعملوا شير وسبسكرايب للقناة، وبشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.